بصحة بعد أن استجاب لنصيحة الأطباء وتوقف عن إضرابه عن عدم تناول الطعام. ولكن أنقل لكم ما قاله لي. يقول إنه بعد أن شعر بالإعياء يوم السبت الماضي في النيابة ونقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى العسكري على سرير المرض وفي المستشفى قيدت بالكلبشات يديه ورجليه مربوطتين بالسرير. هذا تصرف غير لائق احتج عليه أطباء المستشفى العسكري. وإنه بعد ذلك عندما نقل إلى السجن المركزي نقل برفقة ثلاث سيارات من القوات الخاصة من العناصر المدججة بالسلاح والمقنعة بأقنعة سوداء. نعم هكذا نقل هو هذا الشخص الوحيد في ثلاث سيارات بسيارة فيها من 5 إلى 6 من المسلحين. الآن هو في السجن المركزي وهنالك فعلا مخاطر قد تتهدد حياته. نعرف جميعا بيئة السجن. الأخ محمد عبد القادر يحسب يبلغكم أنه أثناء تحقيق في النيابة طلب تحريك الدعوة ضد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد لأنه تقدم ببلاغ كيدي ضده وبلاغ كاذب فيما يتصل بالتهم الموجهة إليه. كما أنه طلب أيضا التحقيق وتوجيه بلاغ ضد ضابط شرطة أمن الدولة الذي أعد محضر التحريات الذي فيه تجنن ليس فقط على محمد عبد القادر الجاحسين وإنما تجنن وإساءة للذات الأميرية من جانب ضابط مباحث أمن الدولة الذي أعد هذا التقرير. على الحال بقيت غير ذلك إشارتين. الأولى أن بعد قليل زملاء محمد عبد القادر الجاسم من رجال القانون من المحامين سيأتون في مسيرة مرتدين أروابهم السوداء قادمين من قصر العدل إلى هنا جماعة ونرجو افتتاح لهم. الفرصة لكي يجلسوا عندما يحضروا مجتمعين فهم المدافعون عن الحرية وعن العدالة. 5 الجاري وشكرا جزيلا. انا في كثير من احاديثي كنت اقول ان الوضع اللي وصلنا اليه بالكويت وضع مزري بعد إلغاء الدستور عام 1967 وإلغاء القوانين وانتهاكها وصلنا إلى مرحلة عم فيها الفساد في الدولة كلها وأصبحنا متخلفين في مجالات عدة كنا فيها مثال للآخرين. كل هذا راح لكن أنا كنت أقول بالرغم من كل هالمآسي الكويت حتى الآن إلها نكهة خاصة مي موجودة لا في الدول المجاورة ولا البعيدة. هذه النكهة كنت أقول حرية الكلمة هذه نفتخر فيها على الأقل في هذه إحنا أحسن من غيرنا. الآن مع الأسف الشديد حتى هذه حرمونا منها ما بقى عندنا شيء ما بقي شيء ابدا. صرنا بتبلش في كل شيء مع الاسف الشديد. في بعضنا
كان متردد ان يمكن في شيء جريمه في كذا الى اخره، لكن لما الواحد يسترجع الاجراءات اللي صارت هذا ذكرني في اعتقالنا ماكو جريمه بس يذلوننا. شلون التوقيف هذا اللي يقول له توقيف، لان عارفين اذا رحنا المحكمه ماكو جريمه، يعني الواحد اللي دافع عن الدستور هذا مجرم غير حسن، فمتاكدين انه راح يطلع براءه. فاستفادوا من هالشم يوم اللي يسمونه توقيف اللي يسمونه انا مالي قانوني حتى يهينونا يذلونا يخوفونا ويخوفون الاخرين، لكن هذه ما نجحت، هذه ما نجحت. واللي يشوفه هذا آمل أن لا ينجح، لأن هذه رسالة عنا كلنا مهما كانت آرائنا واتجاهاتنا، هي رسالة للجميع، تحذير وكثير من الإجراءات اللي قاعد تشوفونها قدام عينكم، وإقحام أمن الدولة في كل صغيرة وكبيرة، كلها للتخويف حتى لا أحد يتكلم أي شيء. أنا ما أدري بس عندي إحساس إنه شعبنا هذا ما راح يقبل، ما راح يقبل. كل اللي بيننا واللي قبلنا اجدادنا وكل تاريخنا هذا كله يقبر بلحظه، انا باعتقادي هذا شيء غير مقبول. واملي ان فعلا ننسى كل شيء بيناتنا ونوقف وقفه واحده حتى ندافع عن الكويت الديمقراطيه الحره المستقله مناره المنطقه كلها. والله يوفقكم. في رايحين لكن هم اللي راح ياكلونها، وبالتالي قضيتهم الاولى، وان شاء الله ما حد يكلم. اسمعها مني واحبسني كثر ما تبي. كلمه